أهلا وسهلا بكم في قراءة سريانية للقرآن مع أبونا دانيال شمعون صاحب كتاب القواعد العاشورية المعاصرة. تجد حلقاته في قناته وقناتي ولو كتاب بذلك. نكمل سورة الشورى الآية 27. ولو بسط الله الرزق لعباده، سأشارككم مات المعذرة. شاركنا النص تمام، عفوا. بان شكرا. نعم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ما عندنا مشكلة في هذه الآية، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. واضح. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، دائما كسب، شفت، ويعفو عن كثير. فبما 70 70 بما. طيب، وما أنتم من معجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. معجزين في الأرض، هنا اعتبرت ناقصة. وما أنتم من معجزين الله هربا في الأرض. كيف يعني معجزين في الأرض؟ ما إيش معنى؟ على كلنا، يعني ما تجيبوا عجائب يعني. وما أنتم بمعجزين، يعني ما تقدروا تمنعوا الله، تهربوا من الله. يعني مو بأن تعملوا عجائب لا 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 معجزات. لا لا هنا لا بمعجزية، يعني أنتم لن تمنعوا الله، يعني ما تقدر تهرب من الله. تعجزوا يعني، ما تعجزوا الله يعني. أيوة، أنتم بمعجزين الله هربا في الأرض، هكذا فهمت. أيوة، هذا ما يسمى الحذف والتقدير. نكمل. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجواري هي فهمت أبونا بمعنى السفينة، السفن اللي التي تجري في البحر. تجري. أيوة، في الأعلام يعني كبيرة كالجبل، هيك احنا نقول أشهر من نار على علم، مش هيك؟ علام. هيك نحن نقول. أنا هقول حنشوف شوف كيف فهمت. لا، هنا الصورة 32 32 كالأعلام. وينها يا ربي؟ كالأعلام، يا الله. هنا الشورى، فين الشورى يا ربي؟ لا، حتى ولا جاب لي إياها، ولا جاب لي إياها. طيب احنا هنشوفها 42 32. احنا هنشوف 42 32 42 32. خلاص 42 32، احنا 42 32 32 32 كالأعلام. الجبال، لماذا الجبل صار علم؟ هل أبونا عندك بالسرياني كلمة أعلام تعني جبل؟ لا، جبل هو طورة. هنا المشكلة، كيف صارت علم جبل؟ الله لا يحير عبده. لماذا الأعلام صارت جبال؟
ممكن هذه في السرياني موجود علام كان قويا ضخما. طيب خليك معي. سريانيا أعطيني الفعل علام. علام عين لام ميم. علام لاميم. أيوة صار قوي وضخم. صار قوي ضخم. آيات في البحر كالأعلام يعني هي مجاسة وجبل، بس هي أعلام يعني قوي. أيوة وضخم شيء ضخم كبير. ضخم هل لا تعني جبل عندكم؟ لا 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 لا. طب منيح، هاي حلو جدا. هاي فعلا حلو جدا. هذه الكلمة ربما هذا هو المفهوم، لأنه كيف صارت إنك الجبل كالأعلام كالأعلام هنا. طيب إحنا حنرجع هنا. طيب إيه منيح. أظن هي المرة الوحيدة اللي استعملت هذه علمة علمة معروف، هذا معروف مفهوم علمة، بس علمة كأفلام علمة. أنا بدي أشوف كيف صارت علمة علمة معلومة علمة 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 تعلم حتى ما تمشي على كل. أنا حشوف الكلمة بعدين، شوف القاموس بعدين. كالأعلامي طبعا أنا حشوف هنا كالأعلامي هي كيف الأعلام صارت هنا علم أعلام علم. طيب كالأعلام علم. طيب هلا 73 33 إن يشأ يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. شو دخل صبار بالشغلة هاي؟ فهمت علي؟ ما علاقة صبار بشكور؟ شكور واضح، صبار ليه بصبر على شو؟ إلا إذا كان في شو بالسرياني صبر بالصاد. أيوة ربما إلها معنى آخر. جائز يجوز، كل شيء عند العجوز يجوز. هم أيوة هيك يقولون عندنا. كما تقولوا هاي العبارة أبونا؟ لا ما حدنا هذه، احنا نقولها هيك اعلام. ايش شيء اعلام؟ ابونا هاي الكلمه جاءت مرتين في القران الاعلام. ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. إيه هلا إذن هنا ما عندك ما يساعد على صبار؟ طيب صبار أنا مش فاهم، ما هو أنا هذا اللي يسميه أبونا التذليل. شايف هاي العلامة التذليل؟ يعني ما يضاف إلى الآية لسه جاء يسكن الريح فيظلنا رواكدة أو يوبك هن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يوبك هن وبقى يعني كيف وبقى يبقى يهلك. يربك هن مش يوبك هن يربك هن يربك هن ربقى يوبكهن هو هي من يربكن ربك من الموبقات.
الموبقات، في عندنا الفعل يعني إلها علاقة بالموبق، موبقة مو الموبقات. هنا أبونا فهمت بصريح يهلكهن. يربك أوبق، هل عندك فعل؟ ربق فعل سرياني وبق. أو ربق، وبق ما في، لا بق، لكن ربق إذا أشوف أكو ربك ربق ربق ربق. أيوه. بس ريسوزبخ أها أرباق هي تجي بمعنى ربك شبك. في كلمة أخرى أبونا، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، جعلنا بينهم موبقا. في كلمة أخرى موبقا، نشوف موبقا الكبق مهلكا، موبقا بوق. موبقا. مش أما هذه كلمة هلا نشوف ربك، إذا موجود فعل ربك، ربك أيوة، مو هي هذه ربق، ربق بمعنى ربق، شد بالربق، قطر قطر. ربك شبك، ما في بالقرآن ربك، ما في من كلمة ربك، الفعل لا يستعملها. أما خليد أشوف لك بوق بق بوق 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 أشوفك فيه. يعني نقول العراقيين يبوق، يبوق يعني يسرق. يبوق أيوة، أو يوبقهن، بس هنا يوبقهن معناته فهمت بمعنى يهلكهن، أو يوبقهن، يوبقهن هنا يهلكهن، أي أهل السفينة، أو يوبقهن بما كسبوا، يهلكهن أو يحبس. شوف شوف، حتى مش متفقين على معنى الكلمة. كل حال بين شيء، أو يحبسهن، فهمت بمعنى ويحبسهن. أنا أها بق بوق بق بق يعني بسرياني أبلى. يبليهم يبليهن يبليهم إيه. يبليهم. طب خليك معي، اعطيني الفعل ابونا، أبلى اعطيني. بمعنى نخرة، ها نخرة، أو تجي أيضا معنى فحص، امتحن، اختبر. يمكن هذه أفضل. طيب منيح. هلا يختبرهم بما كسبوا. طب اعطيني جذر الفعل. جذر الفعل هو بق باء قاف. ألف قاف، باء قاف، أيوة أيوة بق. يعني تعني فحص، امتحن، اختبر. امتحن، اختبر. أما ربك مش موجود، يربكهن ربك. لا ربق قلت لك ما تجي بمعنى آخر. ربق بمعنى كاتب حتى ربق، شد بالربق، أو ربك شبك. بما كسبوا. رب طيب شبك بما كسبوا ما تجي. ما خلينا، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. محيص احنا رجع شفناها، محيص أيوة
ما نعيد لها مع مهرب يعني مهرب الآية 36، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. طيب منيح. الآية 37، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. واضح. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه آية الشورى أبونا. أيوة. آية الشورى وأمرهم ينفقون. لازم من هنا أخذت التسمية الشورى. سورة الشورى. أيوة. أمرهم شورى. أيوة شارة. شارة. طيب هل منيح هل عندك بالسرياني كلمة شورى؟ هل هي من شورى؟ أيوة. معناها سور بالسرياني. طيب. فهل ما هل أما هل إذا هل هي جات من فعل شرى اللي إحنا شفناه شرى؟ شرى. أمهم. شر شفناها أنه رسخ وطد وأمرهم مرسخ بينهم صحة تشدد تقوى. لا خلينا على هاي. أخلص الله بعينه صدق. والذين إذا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أصابهم البغي واضح. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أي واضح. ولمن لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن فأولئك ما عليهم من سبيل ولمن انتصر وإن من انتصر بعد ظلمه أولئك ما عليهم ما عليهم من سبيل يعني ما لهم نجاة. لا ما عليهم يعني ما بتقدرش تأخذهم. ما تقدر إيش؟ لا يمكن أن تأخذهم. أها. ما عليهم ما فأولئك ما عليهم من سبيل يعني ما بتقدر تعاتبه له يعني انت كيف فهمتها فهمني يعني هنا من انتصر بعد ظلمه يعني واحد يظلم وينتصر. لا يعني بعد من ظلم انتصر يعني من يعني إذا أنت يعني إذا ظلمت وبعدين أنا دفعت عن نفسي فأولئك ما عليهم من سبيل. أوكي. بهذا المعنى. بهالمعنى. من انتصر بعد ظلمه. بعد ظلمه. انتصر يعني هنا طب أنا هشوف لك إياها مدام أنت عندك مشكلة بهذه الآية فمعناته فيها مشكلة. إذا أنت ما فهمتها مباشرة من انتصر أولئك عليهم من سبيل. طيب أنا هشوف لك إياها من سبيل. شوف لك كلمة سبيل ونرجع للكلمة هاي لأنه هنا هفرجيك إزاي فهمت. طيب هنا الشورى من سبيل. طب وين فالمزيد أو لا هاي طيب ولا إذا أحسن شيء هو نرجع إلى رقم الآية. طيب ما عليهم من سبيل. شوف إذا جت هذه الكلمة هيك واحد يعرف شو يجدها.
من سبيل، ما عليهم من سبيل، ما عليهم من سبيل. أيوة، أنا شوف هاي هنا الآية من سبيل الشورى العربي. هنا يقول لك ولمن انتصر بعد ظلمه، أي ظلم الظالم إياه مؤاخذة، أولئك ما عليهم من سبيل، انتصر بعد ظلمه. أنا فهمت بعد ما يظلم، أنا هكذا فهمت. بعد ما يظلم، ما بعد هو ظلم. أيوة، ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم. أوكي، اختلف المعنى. أيوة أيوة، لأنه سبيل واحدة لو تأخذها معناه هادي مرشد دليل. السبيل هو الطريق. طريق. أيوة. أيوة. ما عليهم من سبيل. أيوة، فهمت بمعنى مؤاخذة أبونا. أوكي. معنى آخر. بس هذا حلو. لماذا سبيل صارت مؤاخذة؟ هي هون. أيوة. ما لك عليهم من سبيل، يعني كلمة سبيل لهيك في سبيل الله، يعني في طريق الله، ما لك عليهم من طريق، يعني ما بتقدر تروح ضده. بس يعني حتى بالسرياني تجي بمعنى طريق، تجي بمعنى مرشد هادي. أيوة، نخليها مدبر. شوف، إنما السبيل على الذين يظلمون من الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. واضح. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنا أبونا يعني أنه يحق لك أنك ترد على الظلم، ولكن إن صبرت وغفرت فيكون أفضل. بهذا المعنى، فهم علي؟ هذا هو المعنى تاع الآية. ومن يضلل، يعني مثلا في السعودية هناك القصاص. إيه؟ تعرف يعني إذا واحد قطع إيدك يحق لك تطلب إنه يقطع إيد هذاك اللي قطع لك إيدك، قصاص. لكن قبل ما يقطعوا إيدك يتدخلوا يقولوا له هل لا تريد أن تعفو أو تأخذ شو اسمه الدية، يعني ندفع لك مبلغ. فبيعتمدوا على هذه الآية. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل في طريق هنا من سبيل. ارجعنا على نفس المعنى. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، من الذل، الذل أو الذل، ينظرون من طرف خفي خاشعين. وقال، شوف كيف التمثيلية هنا، ويعرضون عليها يعني على النار، هنا على النار بمعنى تفسير واحد، يعرضون على النار خاشعين، ينظرون من طرف خفي، فهم علي؟ ينظرون هيك من تحت لتحت، خطأ، يعني بهذا المعنى، من طبعا عين، معنى يهضون الطرف خفي يهضوه. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. مقيم يعني دائم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. غريب الأمر. خلي الشغلة. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. نكير هنا جحد وإنكار، بس ممكن يكون لها معنى آخر. وما لكم من نكير، يعني كيف ما لكم من نكير، ما لكم من نكير، ما لكم من نكير، يعني إيه نكير؟ شفناه مرة، نحن شوف
إنكار يعني من أوكران أو من مفر. هو فهم الجحد وإنكار هنا. أنا شفناها بس أنا حرجع لها بعدين إذا أنا شفت هذه الكلمة. وما لكم من نكير، وما لكم من نكير، هنا الشورى. الشورى إنكار لذنوبكم ومنكر لعذابكم، لكم من ملجأ وما لكم من نكير، ما تقدروش تنكروا العذاب. طيب، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإن إذا لكم ما لكم من نكير، يعني ما لكم من 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 تبري، يعني ما تتبرون، أو من من فهمت مع جحد وأنكر. هي نكرة، إنكار هي تجي بمعنى نكرة، ولكن أيضا برأ، نزه. لكم من تنزيه، ما حد ينزيه. أيوة سريانيا تعني أيضا نكي. سريانيا تعني تنزيه. تبرئة أيوة ما تقدروا تبروا نفسكم، تبرئة مش هيك؟ بالضبط. طيب فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. واضح هنا فرح بمعنى فرح، يعني انبسط. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه إنه علي حكيم. هنا أساليب الوحي وفقا للإسلام، أو يرسل رسولا، هذول الثلاث وسائل للوحي عندهم. كلم الله وحيا أو من وراء الحجاب يرسل رسولا فيوحي. أيوة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا، شو كيف يعني أوحينا لك روحا من أمرنا؟ يعني ملاك روح ممكن. أيوة، بس كيف أوحينا روح ملاك؟ أيوة، هاي مشكلة. روح من ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعل يعني أرينا لك. نكمل الآن، شو بعدين؟ لأن نورا نهدي به من نشاء من عباده، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هلا أنت كيف أنت تفهمها؟ يعني أنا أوحينا، يعني أرينا لك روحا من أمرنا. أرينا لك، يعني شوفناك. نشوف لك أنسي لفون نور فيلي أن إسبري بروفينون دي نوتر أوردر. أوحينا إليك، أيوة. أنا برضو عندي مشكلة هنا. أوحينا إليك روحا، يعني إليك، وقد أوحينا إليك فاصل روحا من أمرنا. لا، بالفرنسي أنا حطيت فاصل. لا، أنسي لفون نور فيلي أن إسبري بروفينون دي نوتر أوردر. مشكلة. أوحينا إليك روحا من أمرنا. طيب، أنا حشوف التفسير تاع الأزهر شو يقول. نشوف شو يقول الأزهر، لأنه هاي فعلا أنا عندي مشكلة. المعذرة يا إخواني، أنا مش فاهم كيف أوحى له روحا من أمرنا. هلأ كتب التفسير الآية 42
42 الشورى الآية 52 كيف فهمت من المنتخب تاع الأزهر؟ المنتخب هنا تفسير المنتخب. ما استفدنا؟ شوف يقول ومثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك أيها الرسول هذا القرآن حياة للقلوب بأمرنا. ما استفدنا شيء. ما أيوة. استفدنا شيء. أنا فرجيك النص فرجيكم إياه شو يقول. ومثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك أيها الرسول هذا القرآن حياة للقلوب بأمرنا ما كنت تعرف قبل الإيحاء. طيب طب ما استفدنا شيء اخواني رحمة بينا يعني هم عاملونا قدر عقولنا ولو هذا مو منتهي. طب ها شوف لك الجزائري شو يقول لك هذا شو يقول لك الآية. طيب هاي أوحينا إليك روحا نورا لا وحيانا شوف هوني قل بشر مو رسول هو ما يخاطب الرسول إنما يخاطب الناس. شوف يقول هنا مش روحا أي وحيا ورحمة من أمرنا روحا فهمت علي كأوحي إليك روحا من أمرنا. هنا يقول وحيا من أمرنا مش روحا مش عندك نفس المشكلة أبونا مثلي ولا أنا شايف غلط؟ نعم 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 إذا هاي التفسير أكثر عقد المسألة. أيوة 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 معناته هنا مش واضح الأمر مش واضح الأمر يعني أنا يعني أنا كنت أريد يعني أبسطها أقول وكذا يعني أوحينا إليك ملاكا أو أريناك ملاكا من أمرنا. أيوة هو هيك ممكن. أنا ردت يعني هيك. طيب أنا حشوف لك أبونا شو يقول ابن كثير. ابن كثير شو يقول لأنه هاي فعل إليك روحا. طيب وكذا أوحينا إليك روحا من أمرنا كذا آمنوا. طيب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني القرآن. ما استفدنا قرآنا يعني أوحينا إليك قرآنا من أمرنا روحا. والله العظيم صدقني أني أنا هلا بدي أقعد ألخم على رأسي لأن هنا أنا هلا بدي يا بس هو تفسير شيعي جميل. طيب حنشوف شو يقول هذا قديم شو يقول هذا. طيب هلا نشوف لك شوف وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك المعنى بهذه الطريقة ومن هذا الجنس أوحينا إليك أو بالرسل والروح في هذه الآية القرآن وهدى الشريعة سماه روحا من حيث يحيي به البشر والعالم كما يحيي الجسد الروح فهذا على جهة التشبيه. فهمت علي كيف؟ نعم révélé un esprit provenant de notre ordre. انا ترجمت حرفيا ما فهمت عمرك لا تفهم. ما ايش تعمل اذا ما ايه. طب انا اكتب هذا الامر لانه هذه طيب وايش يقول هذا ابن عطية هذا يقول لك طيب
طيب هنا أنا حذكر هذا الأمر، هذا حلو جدا. قوله تعالى، أنا حذكر هذا الأمر لأنه هاي فعل، فعلا مشكلة إخواني. أنا مو قاعد بغماحك ها، لكن أنا عندي مشكلة هنا ها. أهو أنا هنا أعمل هيك، أيوة تشبيه، وأهو المصدر هذا ابن عطية، ابن عطية، تفسير ابن عطية المحرر الوجيز. أنا أعطي الرابط، أعطي الرابط وخلص، أنا أعطي الرابط وخلص أهو. بعدين برجع له، أعمل له مختصر. إخواني أنتوا فهمتوا شيء؟ ستركم سترك يا رب. طيب خلينا بلاش على هاي. طيب يا الله 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 يا الله. ارتبطنا، شكرك يا رب. أيوة ابن عطية، ابن عطية، ابن عطية، ابن عطية، أوكي ابن عطية، تفسير ابن عطية، هذا ابن عطية. إيه وين راحت هاي؟ لا طارت الآية، طارت الآية كلها. طارت الآية. أيوة طارت الآية. إحنا لازم نكتب هنا ابن عطية، هنا في الأخير ابن عطية، ابن عطية، ابن عطية. أيوة يعني شفت كيف أنا محتار. هاي آخر آية أبونا، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا ما عندي فيها أي مشكلة. طب هاي الآية الأخيرة، لا قبل الأخيرة، هاي 52 حيرتنا مش هيك؟ حيرتنا وما ما في حل. نخلص أبونا شو نعمل؟ نتوقف هنا ولا نكمل سورة الزخرف؟ زخرف 89 لا خليها بكرة. بكرة بكرة. طيب أنا يكفي. أولا أنا شاكر فضلك أبونا إنك شاركتني في قراءة هذه الآيات الصعبة، السريانية فعلا ساعدنا، فهذا مهم. أرجو من جميع المشاهدين يكتبوا تعليقاتهم على هذه الحلقة، قولوا لنا شو رأيهم في الأمر. طيب لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. أبونا دار شبريخة، أم شبريخة، شكرا لك، مع السلامة أبونا، مع السلامة. سلامة.